أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا دكتور في الجامعة يدرسنا التوحيد، ويقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يجد مسجدا غيره، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فكيف يقول هذا أنه صحيح؟ لا يصلي بها المسجد، لو يصلي وحده في مكان فلا يصلي بها المسجد، هذا في قبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وتسقط عنه صلاة الجماعة في هذه الحالة لأنه معذور. نعم.